محمد علي بيسألك لو السيتي وليفربول وصلوا فاينل ترشح مين اللقب؟ لا ما حدش يعرف يرشح حد، ما رشح. اقدرش ما في مستحيل، فرقتين لعبوا بعض ماتشين توب يعني فول تيم 2-2 و2-2، ما عامل فيها ايه دي؟ بيهرب يا جماعه. ما انا بهرب طبعا، ما فيهاش حل يعني. طيب ما هو نفس السؤال يا اكرامي، هو محمد اكرامي بيقول لك لو كل واحد من السيتي وليفر هياخد بطوله، تحب مين اللي ياخد الابطال ومين اللي ياخد الدوري؟ يعني سؤال مختلف شويه. احب اخد احب السيتي ياخد سيتي بعد السنين الكتير دي في تعبه، احب السيتي ياخد الابطال وليفربول ياخد الدوري. كريم وائل بيسالك سؤال حلو جدا، هل مانشيني يصلح لريال مدريد بعد انشيلوتي؟ حلو. يصلح. حلوه وجديده. حلو. يصلح يصلح يصلح. سجل عندك يا راجل يا راجل. روبرتو مانشيني يصلح لقياده ريال مدريد. وينجح وينجح. ازاي؟ ازاي احنا كده؟ ازاي تتعرفشيني بقى؟ لا انا وجهه نظري ان هو ينجح. اولا مدرب هادي جدا، مدرب عنده كم خبرات كبير جدا، تدريب انتر 5 سنين، تدريب منتخب ايطاليا، تدريب مانشستر سيتي، لا عنده خبرات كبيره جدا، من مدرسه كارلو انشيلوتي في الهدوء والسيطره على غرفه الملابس، متجدد، عمل شغل كبير جدا مع منتخب ايطاليا بشكل كبير جدا، عنده سي في، فلما هيكلم اللعيبه هتسمع. راجل بطل يورو، بطل بريمير ليج، بطل سكوديتو، هجيب لك واحد من القمر عشان تسمعه. اكيد طبعا ينجح. وشايفه ده اقتراح، ده مين اللي قايل الاقتراح ده؟ يعني كريم. كريم لا كريم وائل. كريم كريم وائل هايل يا كريم. يعني انا بالنسبه لي يعدي بخطوات ضوئيه عن بوتشيتينو، بس المشكله ان ايطاليا مش هتسيبه. بس هو كاقتراح انا فاهم. شايف ان هو ينجح تماما. طب احمد حمدي عشان قبل ما ياخد كريم عجبتني يا كريم. هل ليفربول محتاج واحد زي كوتينيو في عزه؟ لا لا لا. او دي بروين؟ لا لا لا. ممكن دي بروين. كوتينيو لا. او دي بروين؟ ممكن دي بروين. اي حد عايز دي بروين. ويلعب في اي حته. هنهرج. لعيب منظومه. يا عم انا على فكره مش بنهرج. والله العظيم بقول لك دي بروين اللي خلاه يقيم في المنظومه على تياجو، مع كامل الاحترام وعمالين نشكره وبتاع، مش هيقيم في المنظومه على دي بروين؟ بس كريم قال لك عجبتك. انا بقول له لا، بيقول لي عجبتك، بقول له عجبتني. عجبتني حلو. طيب لا طبعا دي بروين طبعا. بما اننا اي فريق في الكوكب عايز دي بروين؟ ما تفرش ده راجل بيباصي بقفاه. بما اننا رحنا